بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الصف التاسع، معكم الأستاذ محمود من أكاديمية مدارس روضة الفاروق. راح أكون معكم إن شاء الله في هذا الفصل في مادة الفيزياء. راح نتحدث في الفصل الخامس أو الفصل الأول من مادة الفصل الدراسي الثاني بعنوان الآلات البسيطة. إن شاء الله اليوم راح نحكي عن درس المستوى المائل. في البداية راح نتعرف على أهداف الدرس. 1- أن توضح المفاهيم المتعلقة بالمستوى المائل. 2- أن توضح فائدة استخدام المستوى المائل في تقليل القوة. 3- أن تستقصي عملياً الفائدة الآلية للمستوى المائل وتعد بعض التطبيقات العملية على المستوى المائل. إذا المستوى المائل هو النوع الأول من الآلات البسيطة التي سيتم دراستها خلال هذا الفصل. لكن في البداية أستاذ دعنا نتعرف إلى مفهوم الآلة البسيطة. في حياتنا اليومية نستخدم احنا العديد من هاي الآلات، ولكن ماذا نقصد باستخدامنا او بمفهوم الآلة البسيطة اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية؟ الآلة البسيطة هي أداة تسهل علينا إنجاز الشغل بتغيير مقدار القوة التي نؤثر فيها او اتجاه تلك القوة او كليهما معا. يعني انا استاذ بدي انجز شغل معين، بدي استخدم آلة بسيطة فيه. هاي الآلة شو بتعمل؟ بتسهل علي إنجاز الشغل. طب كيف أستاذ بتسهل علي؟ يا إنك بتغير مقدار القوة اللي أنت بتأثر فيها على الجسم عشان تنتج أو تنجز هذا الشغل، أو بتغير اتجاه القوة، أو بتغير الثنتين معا. يعني بتغير القوة كمقدار وكاتجاه. نشوف هون نشاط على بعض أنواع الآلات البسيطة. أكتب تحت كل صورة نوع الآلة البسيطة المناسبة لها. إذا هذا النشاط أستاذ أنا راح أتركه إليك بعد ما نتعرف على الآلات البسيطة في درسنا لليوم. ترجع انت في بداية الفيديو تكتب كل آلة بسيطة شو نوعها، هل هي اسفين او رافعة او عجلة او محور او مستوى مائل ام بكرة ام مسمار لولبي. اذا هذا النشاط استاذ راح ناخذه ان شاء الله في بداية الدرس، واعتبره نشاط ذاتي لك بعد الحصة. هو مش موضوع صعب، لكن بدي اياك انت تميز بين انواع الآلات البسيطة. إذا أنواع الآلات البسيطة التي سيتم دراستها في هذا الدرس أو في هذا الفصل: 1- المستوى المائل هو عنوان درسنا اليوم. 2- الرافعة. 3- البكرة. وعندي هون أيضا العديد من الآلات البسيطة والأمثلة عليها: البرغي، المستوى المائل، الرافعة، العجلة ومحور الدوران، والإسفين، والبكرة. إذا هاي جميعها أمثلة على الآلات البسيطة، ولكن درسنا اليوم راح يتركز فقط على المستوى المائل اللي هي الصورة الثانية. إذا في البداية أستاذ بدنا نتعرف على مفهوم الشغل أو نستذكر مفهوم الشغل، لأنه الآلة البسيطة كنا نحكي أستاذ هي أداة تساعد في إنجاز الشغل. يعني أنا في عندي شغل بدي أنجزه، بدي أستخدم آلة بسيطة. طيب بالبداية بدنا ندرس شو هو الشغل بالأساس. شغل مفهوم ورد معنا في الفصل الدراسي الأول في الوحدة الثالثة، نستذكره معا في هذه الحصة. تعريف الشغل هو القوة المبذولة لتحريك جسم مسافة معينة في اتجاه القوة. يعني أنت بتأثر في قوة على جسم بتحركه مسافة، حاصل ضرب القوة في هاي المسافة اللي تحركتها القوة. يعني في عندك جسم حركته لما تأثر عليه قوة حركته في اتجاهها، يعني كانت القوة نحو اليمين وتحرك الجسم نحو اليمين، حاصل ضرب الكتلة في الإزاحة أو في هذه المسافة يسمى الشغل. لاحظ هذه الصورة، اتجاه الحركة كان نحو اليمين، اتجاه القوة نحو الأعلى. بالرغم من حركة الصندوق إلى الأمام فإن ذراعيك لا تبذلان شغلا، لأنه هنا ما تؤثران بالقوة إلى الأعلى. إذا هون القوة مش الحركة مش باتجاه القوة، بالتالي ما في شغل. بينما في الصورة الثانية أنت تبذل شغلا عند رفعك الصندوق إلى الأعلى، لأن الصندوق يتحرك إلى أعلى. إذا اتجاه الحركة السهم الأحمر كان باتجاه القوة السهم الأزرق، وبالتالي أصبح في عندي شغل. وجميعنا بيعرف شو الشروط حدوث الشغل، لكن خلينا نستذكرهم مع بعض. 1- وجود قوة مؤثرة على الجسم. 2- تحريك أو تحرك الجسم في اتجاه القوة المؤثرة كما في الصورة الثانية. إذا هذا هو كان تذكير بمفهوم الشغل وشروط حدوث الشغل. إذا الأداة البسيطة أو الآلة البسيطة بتسهل علي إنجاز الشغل، إما بتغيير مقدار القوة أو اتجاه أو كليهما معا. إذا هنا السؤال بيطرح نفسه، بحكي لك أستاذ كيف تم بناء الأهرامات؟
يعني شو الادوات اللي استخدموها المصريين القدماء او الفراعنه في بناء الاهرامات؟ لاحظ من بعض هذه الادوات في الصوره كانوا يسحبوا الصخور الضخمه على مستوى مائل. طب يا استاذ ليش ما سحبوها على مستوى عادي، يعني ما في ميلان، كان المستوى مثلا افقي، ليش استخدموا المستوى المائل؟ هون الاجابه راح تكون في درسنا لليوم، راح نتعرف انه المستوى المائل هو عبارة عن سطح منحدر يستخدم لرفع الأجسام أو جسم ثقيل بقوة أقل مقابل نقله مسافة كبيرة. يعني أنا لما بدي أستخدم مستوى مائل بأثر على الجسم بقوة أقل من وزن هذا الجسم. لو يعني إحنا بدنا نحرك هذه الصخرة اللي كانت في الصورة السابقة بمستوى أفقي، بحتاج أنا قوة بمقابل وزن هاي الصخرة، ولكن لما استخدم المستوى المائل وهو يعد آلة بسيطة، هذا السطح المائل أو المنحدر يستخدم لرفع جسم ثقيل بقوة أقل مقابل نقله مسافة كبيرة، إذا هو سهل علي إنجاز الشغل، يخليني أحرك جسم كبير بقوة أقل في مسافة أكبر. إذا كما هو موضح أمامك، في جسم مائل بحمله عليه مثلا في هاي الشاحنة سيارات، أو بحمله عليه بعض الأدوات بتكون داخل هاي الشاحنة، وبالتالي الجسم المائل سهل عليهم عملية النقل أو السطح المائل. إذن هاي هي الصورة توضح أيضا مثال على المستوى المائل. التفسير الفيزيائي لهذا الموضوع بيحكي لك عند رفع الصندوق بسرعة ثابتة رأسيا إلى الأعلى لوضعه في الشاحنة فإنه يلزم التأثير فيه بقوة تساوي وزنه. إذن هاي الصورة أستاذ في الشكل في الأسفل، هذا الصندوق لو جيت انت بدك ترفعه على الشاحنه بدك ترفعه بشكل راسي كما في الحاله الاولى. هون ايش بيلزمك التاثير؟ بحكي لك بيلزم التاثير في قوه بتساوي لهذا الوزن، يعني بده قوه كبيره. اذا في الحاله الاولى يلزم التاثير بقوه تساوي وزن الصندوق، وعند سحبه على المستوى المائل في الصوره الثانيه لما تسحبه على مستوى مائل شو هون بيلزمك؟ يلزم قوه تكون اقل من وزنه. اذا هون هو يا استاذ سهل علي انجاز الشغل، بدل ما انا ابذل قوه كبيره، لنفترض انه وزن الصندوق 500 نيوتن، فانا بدي ابذل هون 500 نيوتن عشان اقدر ارفع الصندوق، ولكن على مستوى المائل ممكن ابذل 350 نيوتن قوه اقل من وزنه. طبعا هاي ارقام تقريبيه يا استاذ مش ارقام فعليه، لكن انا بشبه لك انه هون بحتاج قوه اكبر، لكن هون بحتاج قوه. في هذه الحالة يعد سطح الماء الآلة بسيطة. كيف يعد آلة بسيطة؟ لأنه سهل على إنجاز الشغل، يمثل وزن الصندوق المقاومة. إذا هون وزن الصندوق نحو الأسفل يمثل لي شو؟ المقاومة، وقوة سحب الشخص للصندوق على السطح تمثل القوة. يعني في عندي أنا زي كأنه الوزن بيمثل لي المقاومة ميم، قوة الشخص السحب بتمثل القوة قاف. حكينا أستاذ بدون استخدام المستوى المائل في الحالة الأولى أنا بحتاج إلى قوة مساوية لوزن الصندوق. طيب يا أستاذ إذا ما بمتلك هاي القوة أنا عشان أقدر أحمل هذا الصندوق، سهلة، بجيب مستوى مائل وبسحب الصندوق عليها، وبالتالي أنا هون بحتاج قوة أقل من وزن الصندوق، وهيك يعد المستوى المائل أحد أنواع الآلات البسيطة اللي سهلت علينا إنجاز الشغل. ان الفائده الاليه من استخدام المستوى المائل، اذا هون دخلنا في مفهوم جديد هو الفائده الاليه وفادني. اذا هون في عندي فائده من استخدام المستوى، تحققت في تاثير بقوه اقل من وزن الصندوق لرفعه الى اعلى الشاحنه. اذا هون شو الفائده كانت؟ ان انا سهل علي هذا المستوى المائل اني ابذل قوه قليله على هذا الجسم حتى اقدر ارفعه. اذا يلزم ان تكون القوه تساوي وزن الصندوق في حاله استخدام الآلة البسيطة. يعني إذا ما استخدمت المستوى المائل هون بحتاج قوة تساوي وزن الصندوق، يعني قوة كبيرة، بينما هون بالشكل الثاني بحتاج قوة أقل من وزن الصندوق. طيب إحنا هون أستاذ حكينا في فائدة، هاي الفائدة بنسميها الفائدة الآلية. خلينا نشوف شو هي الفائدة الآلية. في البداية بحكي لك بماذا يفيد استخدام المستوى المائل الأملس لرفع الأجسام. لاحظ حكالي المستوى المائل الأملس، ليش ما حكالي المستوى المائل الخشن؟
حكينا المستوى المالي الأملس لأنه ما في احتكاك، لأنه لما يكون في عندي احتكاك هون بلزمك قوة سحب أكبر، وبالتالي بدي أتعامل على المستوى المائل أنه يكون مستوى مائل أملس، أي لا يوجد قوة احتكاك عشان ما أحتاج قوة أكبر، لأنه أنا أساساً بستخدم هذا المستوى المائل لتسهيل إنجاز الشغل، فبالتالي بدي يكون أملس عشان ما أحتاج قوة كبيرة لرفع الجسم كما كان في مثال الصندوق. الإجابة هون بحكي لك يسهل علينا إنجاز الشغل عن طريق التأثير بقوة أقل من وزن الجسم. إذن هاي هي فائدة المستوى المائل، بسهل علي إنجاز شغل عن طريق تأثير بقوة أقل من وزن الجسم اللي هي بنسميها المقاومة. هاي هون أيضا بوضح لك شكل مستوى مائل. طيب شو هي نسبة بين القوة والمقاومة؟ بحكي لك أي نسبة المقاومة إلى القوة عند استخدام المستوى المائل تكون أكبر منها في حال رفع الأجسام رأسياً، وتعرف هذه النسبة بالفائدة الآلية. إذا أنا حكيت فادني المستوى المائل، شو فادني؟ فادني بفائدته الآلية، اللي هي إيش أصلاً تفسر رياضياً هاي؟ يعبر عن الفائدة الآلية رياضياً بالصورة الآتية: الفائدة الآلية تساوي المقاومة مقسومة على القوة، حيث ميم المقاومة وقاف القوة. المقاومة هي بتكون وزن الجسم، والقوة قاف اللي انت بتبذلها على هذا الجسم لتحريكه على المستوى المائل. اذا الفائدة الآلية تساوي ميم على قاف، وهي نسبة المقاومة الى القوة عند استخدام المستوى المائل، ويعبر عنها رياضيا في القانون ان الفائدة الآلية تساوي ميم على قاف. طيب لاحظ هون استاذ، انا اعطيتك قانون رياضي لكن ما في وحدة قياس. بحكي لك في هذا السؤال هل يوجد وحدة قياس للفائدة الآلية؟ الجواب لا، لأنها حاصل قسمة كميتين من النوع نفسه. التوضيح: الفائدة الآلية مقاومة على قوة، بشكل قانون حكى لي أنه الفائدة الآلية اليمين المقاومة على القوة. طيب المقاومة كانت هي وزن الصندوق، بنقيسها ايش مثلا؟ بوحدة نيوتن. هذا مثال الصندوق اللي اخذناه في بداية الدرس، والقوة ايضا بوحدة نيوتن، نيوتن على نيوتن واحد، اذا ما في عندي وحدة قياس. واضح؟ هي نسبة كميتين من النوع نفسه. يعني هاي التوضيح، كانت الفائدة الآلية تساوي المقاومة على القوة. مثلا كان وزن الصندوق واحد نيوتن، القوة واحد نيوتن، نيوتن مع نيوتن راحت، ظل عندي هون بيساوي واحد. إذا لا يوجد وحدة قياس للفائدة الآلية لأنها حاصل قسمة كميتين من النوع نفسه. إذا عند استخدامنا مستوى مائلا فائدته الآلية تساوي 2، يعني أننا نرفع الجسم بالتأثير فيه بقوة تساوي نصف وزنه فقط، لأن طوله يساوي مثلي ارتفاعه. فالجسم الذي وزنه 50 نيوتن يحتاج إلى قوة مقدارها 25 نيوتن لرفعه، وكلما زادت الفائدة الآلية قل مقدار القوة اللازمة. إذن هاي معناها إنه ما نحكي، ماذا نقصد بقولنا أن استخدمنا مستوى مائلا فائدته الآلية تساوي 2؟ هنا نقصد أن نرفع الجسم بقوة تساوي نصف وزنه. يعني أنا مثلا كان وزن الجسم عندي 50 نيوتن، أنا بحتاج هون 25 نيوتن لرفعه. واضح؟ فهون سهلت علي إنجاز الشغل، يعني خلاني أبذل قوة أقل من وزن هذا الصندوق، وكلما زادت الفائدة الآلية قل مقدار القوة اللازمة. إذن كلما زادت فائدة هذا المستوى المائل أو الآلة قل مقدار القوة اللازمة للتأثير. إذن هون بحكي لي سؤال: ما الذي يزيد من الفائدة الآلية في المستوى المائل؟ كيف أنا يا أستاذ بدي أزيد الفائدة الآلية في المستوى المائل؟ سهلة، نحكي له الإجابة: لكي تزداد الفائدة الآلية في المستوى المائل يلزم زيادة الطول L، وهي المسافة التي يتحركها الجسم. شو يعني هذا الحكي يا أستاذ؟ يعني لو أنا جيت بدي أرسم المستوى المائل، كان عندي هون مثلاً ارتفاعه لهذا المستوى، هاي بنسميها عين، وهاي بنسميها هاي طبعا الارتفاع المستوى المائل، وهي من هون لهون نسميها لام.
عشان انا ازيد الفائده لهذا المستوى بزيد مين؟ الطول لام، وهي المسافه التي تحركها الجسم. يعني كل ما زاد حركه الجسم على المستوى المائل زادت الفائده الاليه، وبالتالي لزم التاثير بقوه اقل. اذا كي تزداد الفائده الاليه في المستوى المائي يلزم زياده طول المستوى اللي هو لام، وهي اصلا نفسها لام شو هي بتساوي؟ المسافه التي يتحركها الجسم على المستوى المائي. اذا الان لاحظ هاي الصوره موضحه امامك، هذا هو المستوى المائل والجسم، الارتفاع عين والطول لام. عشان انا ازيد من فائده هذا المستوى المائل بزيد مقدار طول المستوى المائل، وهي المسافه التي يحركها الجسم على هذا المستوى. اذا الفائده الاليه ممكن احنا نقدر نصيغها بتعريف اخر حسب هذا الكلام. اذا نحكي انه الفائده الاليه ميم على قاف نفسها ايش بتساوي؟ لام على عين، حيث ان لام طول المستوى المائل وعين ارتفاع المستوى المائل. اذا الفائده الاليه ممكن نكتبها مقاومه على القوه، او لام اللي هي طول المستوى المائل او بين قوسين المسافه اللي بيتحركها الجسم، وعين ارتفاع المستوى المائل. اذا هاي ايضا صياغه رياضيه اخرى لقانون الفائده الاليه اللي هي لام على عين لطول ذراع، عفوا طول المستوى المائل على ارتفاع المستوى المائل. هون بحكي لك في عندي ملاحظات مهمه في المستوى المائل. العلاقه بين الفائده الاليه والقوه علاقه عكسيه، اي كلما زادت الفائده الاليه قلت القوه. اذا الفائده الاليه تتناسب عكسيا مع القوه، كل ما زادت الفائده الاليه قل مقدار القوه لازم تاثير فيها على الجسم لتحريكه. العلاقه بين الفائده والمقاومه الوزن علاقه طرديه، كلما زادت الفائده الاليه زادت القوه والعكس صحيح. المقصود هنا بالمقاومه مقاومه الجسم للحركه وليس المقاومه الكهربائيه. يعني هون احنا بنحكي يا استاذ عن جسم مقاومته للحركه، واضح؟ عند مقارنه الشغل المبذول في حال رفع الجسم راسيا بالشغل المبذول باستخدام المستوى المائي الابلس نجد ان الشغل متساوي في الحالتين. يعني انت هون انجزت نفس الشغل سواء حركته بشكل راسي زي الصندوق اللي اخذناه في بدايه الدرس، او حركته على المستوى المائل. تفسير ذلك ان الشغل ايش بيساوي اصلا استاذ؟ ليش احنا اخذنا مفهوم الشغل؟ عشان نستذكر هاي النقطه، الشغل يساوي القوة ضرب المسافة، أي عند استخدام المستوى المائل نزيد المسافة التي سيحركها الجسم ونقلل القوة المستخدمة، وبالتالي يبقى مقدار الشغل المنجز ثابتا. لأنه هناك في الحالة الثانية لما أنا أرفع الصندوق بشكل رأسي راح تكون مسافة قليلة ولكن القوة كبيرة، وبالتالي بقي مقدار الشغل ثابت. إذا احنا هون بس ايش بنسوي؟ بنزيد المسافة وبنقلل القوة، هناك بنقصر القوة، عفوا بنقصر المسافة وبنزيد القوة. من دون مستوى مائل يعني آلة بسيطة نحتاج قوة مساوية لمقاومة بذل الشغل. يعني زي ما حكينا إذا ما عندي مستوى مائل بحتاج عشان أحرك الجسم قوة مساوية لوزنه، بوجود مستوى مائل نحتاج قوة أقل من المقاومة لبذل الشغل. إذا كل شرحنا هذا أستاذ شرحناه في مثال الصندوق في بداية الدرس. في قانون الشغل ش تساوي ق ضرب ف، نعتبر المسافة هي نفسها طول المستوى المائل، يعني ف هي نفسها لام اللي هي طول المستوى المائل، وقاف هي القوة التي نؤثر فيها. إذا هون خلينا نشوف مثال حسابي عشان نحن نقدر نشتغل على موضوع المستوى المائل. احكي لي مستوى مائل أملس. واحد حكى لي أملس، نرجع نكرر كمان مرة أستاذ، أملس أي لا يوجد احتكاك بين الجسم وسطح المستوى المائل، استخدم لرفع عجلة كتلتها 35 كيلو جرام ولزم لذلك التأثير بقوة 70 نيوتن بإهمال الاحتكاك، إذا لا يوجد قوة احتكاك. واحد جد الفائدة الآلية للمستوى المائل. اثنين الشغل الذي بذل على العجلة.
إذا هون أستاذ باجي بطلع أنا على معطيات هذا السؤال، حكالي إنه طول المستوى، إذا هاي المعطيات، طول المستوى الأملس المائل لام بتساوي 4 متر، وحكينا لام هو نفس مين أصلا بتكون؟ المسافة اللي بتحركها الجسم. استخدم لرفع عجلة كتلتها 35 كيلو جرام، إذا كتلة العجلة ك بتساوي 35 كيلو جرام، ولزم لذلك التأثير بقوة ق مقدارها كم بتساوي؟ 70 نيوتن. بإهمال الاحتكاك جد، 1 بده الفائدة الآلية للمستوى المائل، 2 الشغل الذي بذل على العجلة. بالبداية أستاذ عشان أنا أقدر أطلع الفائدة الآلية بحكي إنه الفائدة الآلية بدها تساوي عندي شو؟ المقاومة على القوة. طيب أستاذ هو أعطاني القوة، طب شو هي المقاومة يا أستاذ؟ هو أعطاني كتلة. طيب بالبداية خلينا نرسم شكل هذا المستوى، على افتراض إنه هذا هو المستوى المائل، هاي لام كان طولها بيساوي 4 متر، وهاي هو الجسم اللي كتلته كم تساوي؟ 35. قوة السحب كانت نحو الأعلى بمقدار 70 نيوتن. في عندي مقاومة، وزن الصندوق يا أستاذ لوين بده يكون؟ نحو الأسفل، لأنه معروف قوة الوزن أو الوزن هي قوة جذب الأرض للأجسام. إذا هاي هي المقاومة. المقاومة نفسها مين بدها تكون؟ وزن الصندوق. طب الوزن ايش بيساوي يا استاذ واو؟ بيساوي كاف ضرب جيم. اذا هو ليش اعطاني الكتلة؟ عشان اقدر من خلالها استنتج مقدار الوزن. اذا المقاومة نحكي له تساوي وزن الصندوق او وزن العجلة. اذا المقاومة هي نفسها الوزن. طب الوزن ايش بيساوي يا استاذ؟ الوزن بيساوي كاف ضرب جيم. شو كتلة هذا العجلة كانت؟ 35. جيم اصلا ايش هي؟ تسارع الجاذبية الارضية، بيساوي 10. وكلها بدها تساوي عندي 350 نيوتن. اذا المقاومة اللي هي وزن الصندوق كانت بتساوي 350 نيوتن. برجع بعوضها وين؟ في القانون. اذا نرتب الحل كمان مرة. إذا هون كانت معي الفائدة الآلية 1 بتساوي المقاومة على القوة. المقاومة قديش طلعناها يا أستاذ؟ 350 نيوتن على القوة 70 نيوتن. لاحظ فيش عندي وحدة راح يكون نيوتن مع نيوتن راحت، لأن هي نسبة كميتين من نفس النوع. 350 على 70 وتساوي 5. إذا الفائدة الآلية للمستوى المائل هذا كانت بتساوي عندي 5. طيب 2 طلب الشغل الذي بذل على العجلة، كيف بدي أعرف مقدار الشغل؟ الشغل أستاذ احنا حكينا قانونه في بداية الدرس، الشغل وكلنا عارفين أصلا قانون الشغل ورد معنا في الفصل الماضي. الشغل بيساوي القوة ضرب المسافة. طيب يا أستاذ هو ما أعطاني مسافة. ممتاز، لكن هو اعطاك طول المستوى الاملس، اعطاك لام، لام بتساوي 4 متر وهي نفسها المسافه اللي بتحركها الجسم، اذا هاي بدك تثبتها المعلومه انه طول المستوى المائل هو نفسه المسافه اللي بتتحرك عليه. اذا نرجع نرسم الرسمه. اذا هذا هو المستوى وهي كانت العجله كتلتها 35، حكينا القوه بدها تكون نحو الاعلى بمقدار 70 نيوتن. هاي المقاومة اللي هي وزن الصندوق اللي هو بيساوي كاف ضرب جيم اللي طلعناها بتساوي 350 نيوتن. طيب هاي كانت كلها لام وبتساوي قديش؟ 4 متر. إذا المسافة 4 متر والقوة أعطانيها 70، إذا 70 ضرب 4 بيساوي 280، وحدة قياس الشغل هي الجول. وبهيك نكون انتهينا من حل هذا السؤال، وإن شاء الله في الحصة القادمة راح نأخذ أمثلة حسابية أكثر على
المستوى المائل، ونأخذ أيضا أسئلة على هذا الدرس. لكن أنا بهمني في درس اليوم أنك تكون تعرفت على بعض الآلات التي سيتم دراستها في هذا الفصل، ومفهوم المستوى المائل ومفهوم الفائدة الآلية للمستوى المائل، وإن شاء الله بنكمل حصتنا أو درسنا في الحصة القادمة. وشوفكم على خير.